كل شي سوي للمرأة. يا رجال يا جاي تسمعني، الحجي للرجال فقط، للرجال فقط. كل شي سوي للمرأة إلا ثلاث شغلات: عينها لا تجوحها، وإيدها لا تفرخها، وفراشها لا تحرمها منه. ذن الثلاث شغلات إذا وصلت المرحلة إنه مرة إنه منعتهن منعتها ولو وحدة منعتهن، ما ينولك إلا ضريبة حياتك. إذا أنت مقصر بحق مرتك بذن الثلاثة وأكثر، لا تجي تطلب منعتها طفل. وحتى إذا هي حبلت وأنت وضعك المادي مو زين وما قاعد يساعد، أنت صير عون وياها وسند وياها حتى توصل مرحلة إنه توفرون حياة كريمة للطفل الجاي بالحياة. لا أنت كاتلك الفقر وكاتلك الضيم وبيا دوب تطلع قوتك، يا دوب تطلع قوتك، ها تقعد توقف على المرأة تأذيها وتدخل أهلك بالمشاكل. خلي وضعك يصير زين ودخلك يصير زين، ولا تخاف بعدكم صغار تحبلون وتجيبون وتربون وتكبرون، ويبقى المال وتبقى البنون زينة الحياة الدنيا. بس تفضل المال على البنون. إذن لازم أنت توفر المال وبعدين تفكر بالبنون.